وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكابتن وليد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج. كابتن وليد، بعد التحية، لو تحدثنا عن المزيد من عن استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. مساكم الله بالخير، شكرا جزيلا على استضافتكم الكريمة لنا للمرة الثانية عشان حدثكم بآخر التغييرات والمستجدات في شبكة طيران الخليج. فالحمد لله تم افتتاح مطارات المملكة العربية السعودية، وبدأنا بأول رحلة إلى مطار جدة تاريخ 27، وإن شاء الله مع افتتاح مطارات أكثر في السعودية نبتدي بالطيران إلى الدمام والرياض وإن شاء الله المدينة في المستقبل. فإحنا جدا سعيدين بفتح سوق السعودية مرة ثانية للنقل الوطني طيران الخليج. نعم كابتن وليد، ما هي شبكة الخطوط الحالية والوجهات للناقلة الوطنية طيران الخليج في الوقت الحالي؟ والله في الوقت الحاضر عندنا في الخليج طبعا أبو ظبي ودبي والكويت، واليوم الحمد لله عندنا كذلك جدة، القاهرة صار لها فترة معانا، عمان تونا فاتحينها مرة ثانية. بالنسبة حق أوروبا عندنا لندن وباريس وفرانكفورت وأثينا، وبالنسبة حق مطارات الشرق هي مانيلا ودكا وتايلاند مرة في الأسبوع، وتم افتتاح مؤخرا الهند وباكستان. فالحمد لله يعني في تطور في الشبكة. نعم. التوسع، بس في نهاية المطاف ننتظر مطارات افتتاح المطارات العالمية، وطبعا الافتتاح راح يكون تحت شروط معينة بخصوص الكوفيد 19 أو فيروس الكوفيد. نعم كابتن وليد، فيما يتعلق بالوجهات التي ستسيرون الرحلات لها قريبا. والله الحمد لله إن شاء الله أسبوع الجاي تقريبا نتوقع أن مطار مسقط أو عمان يتم افتتاحه، فإن شاء الله نتمنى أن يتم فتح المطار ونبتدي الطيران إلى مطار مسقط الدولي بإذن الله. وإن شاء الله نتابع وجود المطارات وافتتاحها في الشبكة الموجودة، وإن شاء الله نبتدي الطيران لها. بس أقرب مطار إن شاء الله الافتتاح نتوقعه هو مطار مسقط الدولي. نعم. الكابتن وليد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.